يجيب الله التعليم يجيب الله التعليم يجيب الله التعليم يجيب الله في إطار الشكل النضالي الذي خاضته اليوم التنسيقية الإقليمية لطنجة أصيلة والتنسيقية الإقليمية لفحص أنجرة هي بناء على مخرجات التي خرجت بها التنسيق الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والاستمرار أو التمديد للأسبوع الرابع على التوالي، لأن الحكومة من خلال تعاملها مع الملف اعتبرت أن هذا الملف الذي أو هذا الطلب الذي تقدمت به التنسيق الوطني الذين فرض عليهم التعاقد ألا وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، هذا الملف الذي لا يقبل القسمة إلى اثنين إسوة بالأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في ضمن سلك الوظيفة العمومية، كذلك أن هذا الإضراب ليس هذا اليوم. نحن اليوم قمنا بمسيرة كانت ناجحة الحمد لله بمعية يعني التنسيق النقابي التنسيق الخماسي النقابي، حضور عدد هائل من الأساتذة كما ترون، وهذا دليل على نجاحنا ونجاح إضرابنا الذي يصل أسبوعه الرابع على التوالي، مما يعني أن بلوكاجا أو يعني المدارس مغلقة، مجموعة من المدارس هنا في فحص أنجرة مغلقة تماما، ومعركتنا طبعا هذه الوقفة طبعا تأتي من أجل الدفاع أو من أجل التضامن مع الأساتذة الذين طالهم العنف، ونحن أيضا من هؤلاء الأساتذة يعني، والحمد لله الوقفة ناجحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كأساتذة متعاقين، بل نحن وطنيين حتى النخاع، ولسنا ضد الجهوية المتقدمة، بل على العكس من ذلك، نحن نريد ونطالب بالمساواة في الحقوق كما في الواجبات. فحسب قانون تنظيمي ل 111.14 للدستور المتعلق بالجهات، الذي ينص في مادته 27 أن سيصدر قانون للوظيفة العمومية الجهوية، كل موظف عمومي سينتسب بهذه سيؤطر هذا القانون جميع الموظفين العموميين. نحن ننتظر هذا القانون. جمال العسري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نيابة بالإقليم طنجة أصيلة ديال اليوم والمسيرة ديال اليوم هي جات في إطار البرنامج النضالي لسترو التنسيق الخماسي اللي داير اليوم إضراب ديال 3 أيام. إضرابنا هو إضراب عادل ومشروع، إضراب من أجل مجموعة ديال المطالب. أولى هذه المطالب كرامة رجل التعليم. أولى هذه المطالب الكرامة رجل التعليم واحترام إنسانية رجل التعليم. ومن خلال الإضراب ديال اليوم نعلن أولا التضامن المطلق مع زملائنا وزميلاتنا الأساتذة الذين فرض عليهم الثمانينات. كنقول لهم بأن رجل التعليم كان وسيظل وسيبقى دائما رمز التضحية ورمز النضال من أجل مطالبه العادلة والمشروعة. واش ديروا جيم والضغط على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.